الاول هتيجي تجيب اللي هي الايه الايس كريم. احنا بنتكلم في حل الاساينمنت او التاسك اللي هو اللي فيه الايس كريم اللي هو خلاص. فده انت هتعمله ازاي؟ هتيجي هنا كده وتقول والله انا عايز ايس كريم بس عايزه بي ان جي، اي واحده من دولت فيما هي تتناسب مع الشكل اللي انت محتاج انت تطلعه. هجيب دي ثم هخش هفضل واصل لحد اخرها. وما تنسوش اللي هي ايه درجه الريزولوشن اللي هي بتاعت الصوره، لازم تكون درجه الريزولوشن بتاعتها عاليه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعبكم هي بس وجود الصور، ان انت توجد الصور اللي هي ممكن تساعدك لا اكثر. مش دايما بيفضلوا ايه؟ بيفضلوا برنامج الاليستريتور عشان يكتبوا بيه، يعني لو في بروشور في تمام. بامبلت طبعا بيفضل عشان موضوع البيكسلز او موضوع درجه نقاء الصوره او درجه التكست اللي هو رؤيته وهو مطبوع. طيب هنا لو انت جيت بصيت على التكست هتيجي تبص هتلاقي في عندك هنا في اربع انواع. هو اول واحد اسمه ايه؟ هورزونتال تايب 2. اسمه طب اللي بعديه؟ horizontal type واللي و بعديه vertical فيرتيكال. type. طب اللي بعديه فيرتيكال تايب ماسك vertical type mask. تول، واللي بعديه هورزونتال. يعني انت اصلا اصل الانواع دي هم عباره عن نوعين بس كل واحد منه بيكتب افقي والتاني بيكتب راسي. طب تمام. لو انا جيت هنا يا اكرم وجيت عن الهورزونتال تايب تول وجيت دوست وان كليك، اول حاجه يا جماعه ملحوظه ايه؟ قدام عينك. ايه النقطة؟ لا عمليه من نفسه. اه حاجه اكتب كده اهو، اكتب له يسري. يا يسري. نعم يا دكتور. اه فانا بعمل سيلكت على الاسم بتاع يسري. خلاص عايز اجي من فوق اغير الفونت، الفونت ستايل. عايز اروح اغير الايفكت، وخلي بالك الايفكت ده بيزيد وبينقص على حسب الفونت. عايز اروح اغير الحجم، هو اخر 72. لا انا ممكن اكتب بايديا مانيوال، يعني ممكن اروح اخليه هنا مثلا فرضا 200 اهو. عايز اروح اخليه في السنتر يمين شمال، اغير اللون، حتى الراب افكت اللي هي اللي موجوده عندك في موضوع فري ترانسفورم موجوده، وتقدر تدي اي افكت عندك على التكست ده لو حبيت. طب تمام. ده طب سؤال كده ممكن، ايه وانا هنا؟ ما ينفعش ازود يعني العرض بتاع الحرف او التخانة بتاعته بس من غير ما اكبر الكلام نفسه، يعني عايز ازود بس العرض بتاع الحرف نفسه او كده. عرض ده تعملي ستريتش الحرف يعني اه مثلا على حسب الفونت بقى اللي انت مختارها، ما في فونتات كده وممكن اعمله ستريتش طبعا. يعني انت لو جيت هنا الافكتس اللي هي دي كاركتر اللي هي دي، في عندك حاجتين في منتهى الاهميه اللي هي الكاركتر، وفي عندك كمان باراجراف اللي هي اللي موجود عندك في قائمه تايب. الاثنين دول مهمين قوي، هي سواء ده او ده اللي هم دول. طبعا انا ممكن برضك اروح اغير الفونت ستايل والفونت سايز، دي اللي هي المسافات اللي هي ما بين السطور. يعني لو جيت كتبت هنا احمد اهي، فانا ممكن اعمل سيلكت كده ما بينهم واجي احدد السبيس اللي هي ما بين كل سطر والتاني اهي. هتشايف ممكن اروح اغير المسافه ما بين كل حرف والتاني، دي بقى اللي انت بتقولي عليها اللي هي ستريتش. يعني ممكن امسك حرف واحد او الجمله او الكلمه واروح امطها. شايفها؟ لا انا كان قصدي ان انا ازود تخانة الحرف بس من غير ما الكلمة نفسها تاخد حيز اكبر من اللي هي واخداه. يعني ينفع نعمل الحروف نفسها ستروك يعني كأنه ظل مثلا او 3D مثلا، لا ما مش بتكلم، يعني مالناش دعوه بالظل. التخانة بص بتاعته تزيد بس. مالناش دعوه بالظل ولا 3 دي دلوقتي، احنا بنتكلم في الجزئيه اللي هي بتاعت التكست. لو تكست عادي هوريه لك حالا دلوقتي اللي هو ده اهو، وانت عايز حرف الام ده لوحده يبقى معمول ستريتش يعني كانه ممطوط. مش عارف هل ده قصدك اه ولا لا. اه مثلا انا بزود ممكن اغير بس السايز حرف بتاعه. واحد اه خدت بالك، وممكن امط سواء كان هينفع هورزونتال او اعمل حاجة زي الستروك طيب للتكست؟ وممكن اروح اعمله هنا بولد او اكسترا بولد، ممكن اعمله ايطاليك، ممكن اعمله اللي هي الكابيتال والسمول، ممكن اخليه كابيتال وممكن اخليه سمول. في عندك اللي هي الباور، يعني ممكن اخد حرف الاي ده ممكن اجي ادوس وان كليك كده عليه يبقى فوق او تحت، وفوق قد ايه كمان او تحت قد ايه، على تحتيه خط في النص خط. خدت بالكم؟ بس هنا في زيتونه بقى في منتهى معلش الاهميه. ممكن بس حضرتك توريني الحته اللي هي حضرتك ازاي عملته فوق قد ايه، ازاي حددت المسافه؟ جيت قلت له انا عايز دي تبقى باور اهي، وجيت من فوق اللي هي دي
وزودت القيمه بتاعتها عشان يحدد لي المساحه فوق قد ايه. تمام. عرفت؟ طيب دي حاجه. وان مش دكتور هو دي بيسجل يا دكتور؟ باجي هنا احط له هنا تكست. قول يا استاذ كنت عايز ايه؟ احنا بنسجل؟ اه تمام. ممكن اجي ادوس كده وان كليك واعمل زي ريكتانجل اهو، واجي اخلي حجم الفونت اللي انا بكتب جواه حجم الفونت كذا صغير، والالاين بتاعتي اخليها يمين، واجي احط مجموعه تكست جاهز واعمل سيلكت عليهم كلهم، وابتدي ان انا اتعامل مع الجستيفيكيشن بتاعتها اللي هي ليفت رايت او رايت ليفت او سنتر. ومهم قوي ان انت تتعامل باللي هي الالاينمنتس اللي هي اليمين والشمال زي الكتب والمجلات كده. شايف حد شايفها اه ولا لا؟ اه. طيب تفضل عندي بس مشكله صغيره اللي هي ايه؟ انا جيت كتبت مثلا اسم هنا يوسف. طيب وهاجي اكتب مثلا ان احنا سنه، ايوه ماشي. طب افرض ان عايز يكتب عربي، خلاص امسح ده كده وتعالى ايه اللانجوج بتاعتك عندك من تحت، وتعالى اكتب هنا كده احمد اهي، واجي اكتب احمد ان هو احنا في سنه 2021. هل منطقي وانا بعمل بزنس كارد ان يكون الاسم عندك عربي وان انت عندك الارقام تكون عندك انجلش؟ بكتير في كتير قوي اللوح اللي موجوده في الشارع بتلاقي انت عندك كل حاجه عربي ما عدا الارقام. طب ما تغيرها. الزيتونه بتاعتها فين؟ اول ما تيجي تسطب الفوتوشوب فانت لازم يكون في عندك تظبيطه كده من السيتنجز اللي موجوده جوه بريفرنس هي دي. وهتلاقيها على حسب الفيرجن الموجوده عندك اللي هي من قائمه اديت بريفرنس زي، وتخش عندك اللي هي على ايه؟ على قائمه تايب، وتيجي تختار من هنا ميدل ايست مصر. طب دي اول تظبيطه والكلام ده بتعمله مره واحده. طب هي مظبوطه ومع ذلك بردك ان الارقام بتاعتك عندك هنا انجليزي، طب انا هعمل ايه؟ هتروح انت ماسك الارقام دي كده، وفي عندك هنا حاجه جوه القائمه بتاع الكاركتر اللي هي اسمها ايه؟ ديجيتس. حاجه خليها هنا هندي. شايفها؟ وصلت؟ ايوه وصلت؟ اه تمام. دكتور هو ايه ماتريكس دي؟ اللي هي تاني صف دي يونت من ضمن اليونت. اه يونت سكيل دي لسه ما كناش فيها. دي كده فيها مشكله؟ طيب يبقى الزيتونه الموجوده عندك هنا في الكتابه العربي اللي هي بالنسبه للارقام، ودي زيتونه في منتهى الاهميه دايما بنحتاج فيها. دي حاجه. انت قلت لنا من شويه ان انت عندك هنا اهو في كذا حاجه انت بتشتغل بيها، في كذا نوع من انواع الكتابه. في عندك اللي هي الهوريزونتال او الفيرتيكال. الفيرتيكال بيكتب كده اهو. انت شايف؟ يعني كانك انت عملت تكست وبعد كده لفيته ايه؟ 90 درجه. شايف؟ طيب تيجي بقى للجزئيه الثانيه المهمه اللي هي اسمها ايه؟ فيرتيكال تايب بس ماسك تول. انا مش فاهم. طب هوريزونتال تايب بس ماسك تول هو بيعمل ايه؟ طب انا لو جيت دوست وان كليك كده، اول حاجه ملحوظه بالنسبه لكم ايه اللي حصل؟ اول حاجه ملحوظه مهمه الباك جراوند اتغير، ده لون الباك جراوند. ماشي. ايه تاني؟ ما عملش لون جديد. الله ينور عليك. ما عملش حاجه موضوع ما عندهاش ليه. تمام. حاجه هنا اهو كده، وراح جاي كاتب له مثلا هنا انجي. انجي كده صح؟ انجي واي. اوكي الحمد لله. طيب بعد ما انا جيت كتبت الاسم تاني، خلاص واجي اعمل هنا سيلكت، وبرضك اكبر حجم الخط واصغره، واليمين وشمال والالاينمنت، وحتى الايفكتس والكاركتر اللي موجوده عند اللي احنا اشتغلنا فيها، يعني كل الاوبشنز هي. طب ايه هو الافاده او ايه هي الزياده؟ ان انت عندك التكست ده هو بيروح يحوله لك عباره عن سيلكشن. يعني انا لو حبيت الونه هلونه ازاي؟ اعمل نيو لاير واجي بالبنت باكت اروح دلاقي اللون، او حتى اجي بالجريدينت واروح جاي هنا عامل جريدينت. شايف؟ فهو هيعامل معامله الصوره دلوقتي مش انه تكست، يعني مش هيعمل تكست. طب هل ده كده ينفع اروح اغير حروف خط وشكل فون دلوقتي؟ ما ينفعش خلاص، لان هو بالنسبه للوقت ده عباره عن صوره. وصلت؟ طب ده اجي هنا نيو لاير واروح جاي دلق فيها ضايف اللون، واجي هنا بالتكست
واجي هنا بالتكست اهي وضع كاتب حرف الدبليو اهو، ثم اجي هنا بعد كده اروح جاي عامل ديليت، ثم هاجي هنا من قائمه سلكت ودي فاي ريزلت وادي لها قيمه وليكن مثلا هنا 20، ثم هعمل هنا نيو لاير واجي اقول له هنا من قائمه ايديت ستوك، والستوك بدل ما هو 40 هخليه مثلا هنا 80 طبعا مش عاجبك اللي هي ال 40، اروح اغير درجه اللون ايديت ستوك درجة لون أسمر أو جراي، ممكن أخليها أسمر الأوبستي أحسن أخففها من بره يعني. طيب الشكل اللي معمول ده كده معمول لها ستروك، لكن لو أنت جيتي بدلت اللاير دي كده وجيت قللت هنا درجة الأوبستي، وممكن أتحرك عندي بالشادو ده يمين أو شمال، مش عارف حد شايفه أه ولا لأ. أه أتحرك بإيه؟ الأوبستي. بصي في دبس ولا مش دبس؟ أزودها يعني؟ أو فيها دبت عن الأول. خدتي بالك؟ فهي اللعبة لعبتها مش لعبة شادو. أيوه طب ثم يعني خلاص الموضوع منتهي بقى، أنت كل اللي أنت هتعمله إن أنت هتروح تجيب مجموعة لايرز تحتيها هي لاير واحدة وتبتدي أنت تكررها. يعني حتى أنت ممكن تيجي تاخدي دي، أروح جاي هنا في سيلكشن بالماجيك وأروح ماسك هنا الحرف ده، خلاص أنا مش محتاج منه غير إن أنا هعمل هنا نيو لاير وأجد له مثلا درجة لون، اللون اللي هو ده. أوكي. ماله ده؟ هتيجي تدلق اللون ده على اللاير. خلاص وهو ده اللي انت هتلعبي بيه، تلعبي بيه فين؟ تحت كده. ماله تحت ده؟ حضرتك هتروح انت جاي هنا كده في ترانسفور اهي. وابتدي ان انا اجيب دي كده، وابتدي ان انا اجي اكبرها. طبعا دي هتبقى ليها شادو. في عندك هنا احنا خدنا من قائمه اف اكس في عندك حاجه اسمها دروب شادو. حد معايا ولا فين؟ تمام. طب ثم هتروح انت واخد دي، مش هتعمل تاني خالص حاجة عبد الرحمن، هروح انت واخدها دي كده تروح انت جايبها الناحية التانية. شوف انت مين افكت ايه قبل ايه. يعني يا دوبك بعد كده في مطالع هتبقى مجرد ترتيبة. انتوا معايا يا جماعة ولا فين؟ ايوه مع حضرتك. لا اقصى. مجرد اه هتاخدها وتعمل ترتيب. هو اللي انا استغربت له ان هي خدت معاكم شوية وقت حلوين، بس مش عارف ليه. بص أهم حاجة من انت تحل تفكر انت ازاي تحل. ممكن ممكن ارسمها بالبنتول؟ احنا لسه ما خدناش البنتول ده، انا سايب لها كده يعني وهله من الوقت. هي دي اسمها ايه؟ بابت شراب. احنا كنا خدناها قبل كده بابت شراب. انا عارف ما انا لاحظت ان انت نسيتوها. طب دي تعمل ايه؟ انا بحط دايره، نرسم دايره وبعدين نخليها شكل مسامير دي كده ودبابيس مغيره في شكلها. اه خدت بالك؟ فعلا صح. طب الإضاءة اللي هي عكس الشالز دي في الناحية التانية أو لسعات الضوء دي ممكن ده لايت في النص بقى اللي تحت. لا اللي تحت ده برضك هو ده نفس أصل اللون. أنت عارف اللي محسسك بدي إيه؟ إن هنا في شادو فمغطية. لا هي كأن الحروف، كأن الحروف عليها لون أفتح كده أبيض تقريبا، فكأنها. طب الدكتور ممكن تعمل لنا واحدة واحدة نعمل التانية؟ اه اعمل لنا واحده منهم الاثنين. هي هو حياتك تقدر تبعت لنا الصور دي على الواتساب؟ انا هبعتها لكم حالا الوقت، هبعتها لكم حالا الوقت. تاخد منكم قد ايه طب وتعمل؟ طب يا دكتور اعمل لنا الثانيه واحنا نعمل دي. عايز ثانيه واحده ايه؟ حياتك اعمل لنا ديت واحنا نعمل الثانيه. اه لا اعمل لنا اي واحده. لا انتوا فاهمين غلط، انت هتعملوا الاثنين. انا بلاش الاستنصاح عليا. طيب بلاش الاستنصاح عليا. طيب طب دكتور هات واحده تالته اشرحها واحنا نعمل الاثنين دول، بس اشرح واحده بس قبلهم عشان في تريكات بتاعت الشادو دي عايزين نشوفها. تريكات الشادو دي ان كل مره اعمل الشادو ازاي. ما هو واضح واضح ان انت ما اشتغلتش في المحاضرات، يعني انت ما رجعتش على المحاضرات دي اللي هي في موضوع الشادو، بس كويس انت قلت عشان بس ما تبقاش الدنيا فيها مشكله. بص انت عندك الشكل ده كده انت هتعمله ازاي؟ مش احنا خدنا من ضمن الحاجات اللي هي حاجه اسمها لاسو. لا 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 مش انت عندك حاجه اسمها لاسو؟ تمام. صح انت كده رحت عملت سلكت صح؟ صح. يا يسري وفين سويده؟ اه مع حضرتك والله مع حضرتك. بص طيب ثم انا عايزها تبقى زي دي كده، انا هعمل ايه؟ انا محتاج اروح الون لبره. خلاص فانا هاجي اقول له هنا قائمه سلكت انفرس واجي هنا على نيو لاير، ثم حاجه هدلق فيها درجه لون كذا. لون كذا ده اللي هو ممكن يكون الابيض ممكن يكون جراي.
اهو اللون اهو بالك، وراح ده جاي ده اللون ماشي. طب ماشي، ولا دي مش ولا شبه دي ولا تيجي من ناحيتها اي حاجه خالص. طب ما طبيعي هتروح انت جاي عامل هنا وكده، هتلاقي في عندك حاجه اسمها انر شادو، مش عارف شايفها اه ولا. بتعمل ايه الانر شادو؟ بتديكي شادو داخلي. بصي لا لا لا، الانر شادو دي برضك مش نافعه، لان الانر شادو دي بتديكي انر، انا حاسس ان هو خارجي عن الشكل. طب انت عايز تعمل ايه يعني؟ اروح جاي هنا كده عامل سيلكت، ثم هاجي هنا وخامل سيلكت موديفاي فيذر اهي، وهاجي يسرى اروح جاي مديلها هنا كده عبد الرحمن، مديلها درجه كذا، اقول له 50 او 60، ثم هاجي هنا كده تمام، واروح جاي ده اللي فيها درجه لون. يا راجل حاطط له فيها لون؟ اه طبعا. طب ما هباظه عنده، يستحسن يكون عندك اللون اسود اهو. ثم هاجي هنا من سيلكت ترانسفورم سيلكشن، لو انت فاكر يا يسرى ما اعرفش خدتها معانا ولا لا، هصغر السيلكشن ده كده اهو، ثم هاجي هنا اهو اروح اعملها ديليت. ديليت فين؟ ديليت على الشكل اللي موجود جوه اللي هو ده. طب ثم حاجه قال الاوبستي بقى، شايف؟ شيل بقى السيلكشن بتاعك اللي هو ده، وابتدي اتحرك بدي كده، هتالي كده. انت معايا ولا فين؟ مع حضرتك. او سويتها كده، وممكن اجي اقول له هنا ادت في ترانسفورم عشان اكبرها فيما يتناسب للحته اللي انا عايزها. هاتها تحت اهي، شايف الخطوات عامله ازاي؟ شايفها؟ ايوه. طب ثم اللي بعدها هتروح انت جاي واخد نسخه من دي كده، كليك يمين دوبليكيت لايه، ثم النسخه اللي بعدها تيجي تلونها، تلونها بلون ايه اللي هي اخر واحده خالص. ممكن تخش عندك على كلر اوفرلاي وتديها هنا اي درجه لون اهي، اللون ده اللي كان منور اللي كنت بتقولوا عليه. طب ثم اللون انت لو انت ده هتبتدي انت تروح تتحركي بيه اهي، اوكي. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. اه طيب يبقى